نكمل مع بعض بقيه الانترنال ستراكشر بتاع السيريبرال. يمكن فاكرين ان السيريبرال هيمسفير لما دخلنا انسايد لقينا في عندنا وايت ماتر فايبر تمام، وفي اجريجيشن جري ماتر عند البيز اوف ذا برين سميناها بيزا نيوكليا او بيزا جايليا، ولقينا في كافيتي سميناها لاترال فنتركل. مسكنا الوايت ماتر فايبر معايا، قسمناهم لثلاث انواع، حد فاكرهم؟ ثلاث انواع مين هما؟ اسوشيشن فايبر، كوميشنال فايبر، بروجكشن فايبر. واتفقنا مع بعض ان الكوميشنال فايبر انت عايز تربط سيم ارياز ان ذا تو ديفرنت هيمسفير معايا، اما الاسوشيشن فايبر انت عايز تربط ديفرنت ارياز ان ذا سيم سيريبرال هيمسفير، اما البروجكشن فايبر ها لا ده احنا عايزين نربط تحت فوق وفوق بتحت، يعني عايزين نوصل لحد الكورتكس اباف وننزل من الكورتكس داونورد. شوف انواع الاسوسيشن فايبر شورت ولونج، بعد كده اتنقلنا لحاجه اسمها كوميشنال فايبر، كان اللارجست كوميشنال فايبر اسمه كوربس كالوزم، وفي كوميشنال فايبرز ثانيه معايا. شفنا حاجه اسمها انتير كوميشن، بوستيرو كوميشن، هابيلر كوميشن، وفي حاجه اسمها هيبوكامبال كوميشن او ممكن نسميها كوميشن اوف الفورتكس. طيب تعالوا نتنقل بقى للنوع الثالث اللي اسمه بروجكشن فايبر، مش هناخده بالتفصيل لان احنا هنكرره تاني قدام، لكن عايز اقول لك ان البروجكشن فايبر هي الفكره في حاجه، انت عايز زي ما بقول لك تربط تحت بفوق والعكس. اي سنسوري اوردر معايا او سنسيشن طالع، اتفقنا مع بعض كان لازم يعدي على الاوضه اللي احنا سميناها اوضه السكرتاريه اللي هي فيها اي حاجه فيها كلمه خلاص، ثالامس، هايبوثالامس، سابثالامس، ميتاثالامس، ايبي ثالامس. الميجور بارت اوف ذا داينج كيفرن هو ثالامس، خلاص؟ اي حاجه طبعا من تحت سنسوري معايا كان لازم توصل لحد مين؟ لحد الثالامس. ومن الثالامس تطلع الفايبر بتاعتك عشان تنفورم حسب الجاري اللي انت رايح لها في الكورتكس. ويسمي الفايبر اللي تطلع من الثالامس للكورتكس ثلامو ثلامو كورتيكال فايبرز. تاني هنسميها ثلامو كورتيكال فايبر. اقول تاني اقول تاني بص بقى، بروجكشن فايبر هي وايت ماتر فايبر ربطت لك السيريبرال كورتكس، خلي بالك، مع لور سنترز. ممكن تبقى البروجكشن دي اسندنج او ديسندنج. اسندنج يبقى انت سنسوري، ديسندنج يبقى انت موتور. طب اسندنج خدتوا الباث واي الباث ويز، وكان الثيرد اوردر نيورون بتاعك كان بيبقى فين؟ في الثالامس البوسترو لاترال والبوسترو ميديال فنترال نيوكلاي اوف ذا ثالامس، او في الفيسيولوجي ساعات سموها بيزل نيوكلاي اوف ذا ثالامس. طب ايه رايك؟ من الثالامس تطلع للكورتكس اسمي الفايبر ثلامو كورتيكال فايبر. طب تعالوا نبص مع بعض كده اهو، ده لو كنت طالع. طب لو انت نازل ها تنزل من السيريبرال كورتكس تو حسب مكان ما انت نازل بقى معايا، يبقى هنسمي الفايبر اللي جاي من فوق هتبدا بكلمه كورتيكو. وشوف انت رايح فين، لو انت رايح للبونس يبقى كورتيكو بونتايم، صح ولا لا؟ معايا؟ طب لو انت نازل بيراميدال تراك، فاكر بيراميدال تراك؟ ونازل للسباينال كورد او للموتور نيوكلياي اوف كرانيال نيرفز، فسمينا كورتيكو سباينال وكورتيكو نيوكليال او بابر، تمام؟ طب تعالى تقول ان انت يا اما طالع يا اما نازل، الفايبر اللي طالعه ها جايه من الثالامس للكورتكس. اديني امثله. ها معظم السنسيشن كان بيتيه في حته اسمها بوست سنترال جايروس اريا 3-1-2، صح؟ الفايبر دي هنقول عليها، خلي بالك انت طالع ابورد لاريا 3-1-2، نسمي الفايبر دي سوبيريور ثلامك راديشن. اسمها ايه؟ سوبيريور ثلامك راديشن. سوبيريور لان انت طالع فوق الليفل بتاع الثالامس معايا، ثلامك لان انت جاي من الثالامس. طب ليه راديشن؟ لان الفايبر نفسها يا جماعه بتبقى راديتنج، واعتقد انتوا خدتوا ها ان الفايبر وهي طالعه بتعدي فوق تعمل حاجه اسمها كورونا كورونا راديتر، صح ولا لا؟ والله مستغربين قوي الاسم كورونا راديتر. طب عموما الفايبر دي هنقولها سوبيريور ثلامك راديشن. طيب بص معايا ايه رايكم؟ ها اديني امثله للثلامو كورتيكال فايبر. نمبر 1 هنطلع من الثلامس للبوست سنترال جايروس اريا 3-1-2 واسمي الفايبر دي سوبيريور ثلامك راديشن. طب من الثلامس ممكن نرجع
خلي بالك الفايبر ترجع وتروح لحاجه اسمها فاكر اللاترال جيناك للبادي، ها ده جزء من الفيجوال باث واي. طب الفايبر اللي تيجي من اللاترال جيناك للبادي اهو وده جنب الثالمس وترجع باكورد لحد اريا 17 نسمي دي ايه؟ ها اوبتيك راديشن، او لان انت راجع بيهايند الثالمس انا ممكن اقول عليها بوستيريور ثلامك راديشن، اسميها بوستيريور ثلامك راديشن. طب تاني اذا كان ده لاترال جيناكيولت بادي، طب انا عندي في حاجه اسمها ميديال جيناكيولت بادي والفايبر بتاعت الاوديتري باث واي او الهيرنج بتعدي من الميديال جيناكيولت بادي، ها حد عارف بتروح فين؟ تنزل تحت لحد التمبرال لوب معايا في السوبيرو تمبرال جايروس اللي تقريبا 41 و42 معايا، ويسمي الفايبر دي اقول عليها انفيريور ثلامك راديشن، اسميها انفيريور ثلامك راديشن. تستغرب لو في امتحان الاورال حد سالك سؤال ايه يا ابني الثلامك راديشنز اللي تعرفها؟ تتسال السؤال ده كتير قوي ومحدش بيجاوب، اول يعني ربنا هيفتح عليك كلمه يقول سوبيرور ثلامك راديشن. هو عايز يسالك على نوع من البروجيكشن فايبر معايا مشيت من الثالمس ورايح للكورتكس، طب حسب الاريا اللي انت رايح لها لو طالع لفوق ل 3 1 2 اسمك سوبيريور ثلاميك راديشن، لو راجع لورا الاريا 17 يبقى بوستيريور ثلاميك راديشن او ممكن عليها فيجوال راديشن او اوبتيك راديشن صح، او لو انت نازل للتمبرال لوب بالتحديد سوبيريور تمبرال جايروس يبقى انت اسمك ها inferior thalamic radiation او ممكن اسميها auditory radiation. متخيل؟ مش مطلوب منك ان هو تفاصيل في اي حاجه غير ان الفايبر سنسوري من الثالمس راحت لواحد اثنين ثلاثه اجهزه. هو في تاني بس كفايه دول. تمام؟ طيب ايه رايك؟ لو انت بقى جاي العكس جاي من الكورتكس ونازل لتحت. ايوه. مين الفايبر يا جماعه المودول اللي تيجي من الكورتكس؟ عد معايا. ممكن تبقى بيراميدال تريت ممكن تبقى اكسترا بيراميدال. فاكر زمان لما اتفقنا اي موتور اوردر هتعمله لازم تنفورم ها الاورجنز بتاعك البالانس معايا. طب نرجع تاني يبقى بيقول لك اللي جاي من الكورتكس ممكن ابقى جاي بيراميدال تريت بري سنترال جايرس موتور اريا 4 هتنزل تحت تروح فين؟ اثنين كورتيكو سباينال ومينو كورتيكو نيوكليير او بالبر. تنزل ممكن اكسترا بيراميدال. لا ده احنا شفنا ممكن نيجي من الكورتكس ونروح للبونس وسمينا ده ايه؟ كورتيكو بونتاين. فاكر انواع كورتيكو بونتاين فايبر؟ ها ممكن تيجي منين من الكورتكس؟ والله الكورتكس عندي اربع فصوص او سريبرال مسير كام له؟ اربعه خلاص بقى فرونتو بونتاين تمبرو بونتاين اوكسيبيتو بونتاين ها باريتو بونتاين ادي كلها فايبر وعليها ديسندنج معايا. او تنزل تاني من الكورتكس لمين يا جماعه؟ للثالمس. يعني ممكن اسميها كورتيكو ثلامك. اسمي الفايبر ايه؟ كورتيكو ثلامك. يا جماعه بالنسبه للبروجكشن فايبر مش عايزك تعرف غير كلمتين، يا اما اسندنج سنسوري يا اما ديسندنج موتور. اسندنج سنسوري انت جاي من الثالمس سميتك ثلامك راديشن. سوبيريور بوستيريور انفيريور. تمام؟ طب لو انت نازل بيراميدال اكسترا بيراميدال كورتيكو بونتاين بانواعه او كورتيكو ثلامك، ودي امثله معايا لانواع ايه؟ البروجكشن فايبر. تمام؟ بالنسبه للبروجكشن زي ما قلت لكم مش عايز اكتر من الكلمتين دول، يبقى لما اقول لك بقى الوايت ماتر فايبر في اسوسيشن وفي كوميشن وحاجه اسمها بروجكشن ودي تقسيمه ان جنرال. لا تعالوا بقى نسيب قصه البروجكشن ونبدا المحاضره بتاعتي النهارده لسه ما بداتش المحاضره. عايزين نتكلم بقى على حاجه حلوه بقى، ايه رايكم؟ ها تعالوا نتكلم على تاني حاجه موجوده عندنا في السيريبرال هيمسفير اللي هي مين؟ قلنا وايت ماتر. تاني حاجه في بيزل جانجليا هنخليها المره الجايه، يبقى النهارده فاضل الكافيتي اسمها ايه؟ لاترال فانتركل. تعالوا نتكلم على اصعب فانتركل موجود عندنا اللي احنا بنسميه دي لاترال فانتركل. ايوه كل واحد يلا يا جماعه
ويدج شيبد مش عارف محشوره بين مين ومين او تريانجل او بيراميدال. وجينا بعد شويه لا يا عم انا هقسم سوبرفيشال بارت كبير ودي بارت صغير وضعف صح. فانت طول ما انت ماشي القاعده بتقول الحاجه اللي مش قادر تشبهها معايا بمنظر اشوفه قدام عينيا لازم العنوان يجي بعد كده يبقى ليها اجزاء بارتس. طب من هنا جت الفكره اللاترال فنتركل اتس ذا كافيتي اوف ذا سيريبرال هيمسفير شكله هورس شو شيب. طب عايز اقول لا انا عايز اقسمه الى اجزاء. بص الصوره دي حلوه قوي معقوله قوي. يعني تخيلنا ان البرين شفاف وانت شايف اللاترال فنتركلز اوف بوث سايدز بتوع ناحيتين. يعني ده اللاترال فنتركل اهو ده اللاترال فنتركل الناحيه الشمال وده بتاع الناحيه اليمين. متخيل؟ وبعد كده في عندنا هنا اهو المفروض بينهم تلاقي في ثيرد فنتركل وادي الفورث فنتركل. تمام؟ طب بص بقى تعالى نقول الاجزاء. انا لسه قايل حته قدام نسميها انتيريور هورن. طب ايه رايك؟ البادي او السنترال بارت. طب كمل اللي راجع لورا بوستيريور هورن ها انفيريور هورن. يا قد ايه الاربع اجزاء دول معبرين ليه؟ ما اصل انا عندي البرين اربعه لوب صح او السريع بمعنى صح اربعه لوبس كل فص بقى فيه كافيتي جوه. انتيريور هور يخش في قلب الفرونتال لوب سنترال بارت اوف ذا لاترال فنتركل يقول لك في قلب البارايتال لوب بوستيريور هور في قلب مين؟ اوكسيبيتال. طب الانفيريور في قلب التمبريت لوب. اه صحيح انت كده اطمنت ان انت بتخفف من وزن البرين ده كل لوب عملت كافيتي انسايد. طب دي الاجزاء بتاعتنا ايه رايك؟ ده منظر سايد فيو من الجنب. طب المنظر ده احنا باصين على اللاترال فنتركل من قدام. خلي بالك عشان هوريك كام صوره انا عايزك تتخيل الموضوع لو تخيلته مش هتنساه. عايز ابص عليا انا كده وانا باصص من قدام وضع اللاترال فنتركل عامل ازاي؟ اهي كبرناها شويه. بص بقى كده ما دام باصص من قدام ده الدورسال سيرفيس ده الفنترال سيرفيس. ايه رايك؟ اللي انت باصص عليه من قدام مين ده؟ مش ده الانتيريور هورن؟ اه. طب وده ايه ده؟ بادي او سنترال بارت. طب وايه ده؟ انفيريور. البوستيريور هورن هنا يبان؟ لا ما هو رايح فوق صح؟ ملاحظ حاجه؟ ان تو لاترال فنتركلز رغم ان كل واحد في السيريبرال هيمسفير الانتيريور هورن بس هو وحته من السنترال بارت مقربين من الميدل لاين قريبين من بعض قوي. متخيل؟ يعني عليا لو عايز امثل شكل التو لاترال فنتركلز ادي لاترال فنتركل اليمين اهو ده كده لاترال فنتركل صح؟ وادي لاترال فنتركل الناحيه الثانيه. لو عايز اركب المنظر ده عليا انا اعمله ازاي؟ احطهم كده؟ لا امال ازاي؟ كده. متخيل؟ معايا؟ متخيل وضع اللاترال فنتركلز على الناحيتين؟ يعني اللي قدام ده انتيريور هور ووراه على طول مين؟ السنترال بار او البادي. طب ايه رايك؟ يا سلام بقى هو الاثنين دول هنوصلهم ببعض؟ لا بس هنعمل حاجز او فاصل بينهم. لو حطينا حاجز بينهم معايا؟ ندخل كده اهوت حته وايت ماتر ونسميها سيتم بليوسيدم. فاكر حاجه اسمها سيتم بليوسيدم؟ معايا؟ الثين شيت او الممبرين اللي يفصل لك الانتيريور هور والانتيريور بارت بتاع السنترال بارت او البادي من بعضيهم هنسميه سيبتم فيليوسيدم. طب ده المنظر باصص من قدام. حد يعرف يقول لي على الصوره دي فين مكان الثيرد فنتركل؟ اهو صح؟ طب وده مين؟ طب بص كده وايه ده؟ ايه الباسج ده؟ قال لك ده الممر او الحته او الفورامين او الاوبننج اللي هتربط بتوين ها لاترال اند ثيرد. تيجي نسمي الحته دي اصل انت هتربط الثيرد فنتركل باللاترال فنتركل واسمي الاوبننج دي انتر فنتريكولار فورم. اسميها انتر فنتريكولار فورم. سؤال مهم قوي عندك كام انتر فنتريكولار فورم؟ اتنين صح ولا لا؟ معايا؟ طيب واضح واضح ان الانتر فنتريكولار فورم من هنا هو بتربط لك الثيرد فنتريكل مع وش بارت اوف ذا لاترال فنتريكل. انت ناحيه قدام معايا؟ حد بيقول لك ليه؟ لان الانتر فنتريكولار فورامين بص بص عند الجنكشن بين الانتيريور هورن وبين البادي او السنترال بارت. مش متخيلين قوي؟ طب تعالى اقول لك على حاجه، تعالوا نراجع مع بعض الميديال سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير. ها اخطر حاجه في الميديال سيرفيس بتاع
السيريبرال هيمسفير اللي كنت بتقول والله الميديال سيرفيس كله بيبقى موجود عليه ساركاي وجايراي اكسبت ما عدا مين؟ ما عدا السنترال اريا ديفايد ما فيهاش ولا ساركاي ولا جايراي. طب الحته اللي في النص دي ايه اللي موجود فيها؟ ايوه ايه اللي انا برسمه ده؟ بالظبط حاجه سميناها كوربس كروزا من الاجزاء بتاعته ده مين ده؟ روسترا ها شنو؟ بادي سبرينيا مش ده اجزاء كوربس كروزا؟ طب على ميديال سيرفيس في حاجه ثانيه عايز ترسمها؟ قبل الفورمكس خلي بالك مش في عندنا هنا من برين نازل سميناه لامينا برافو عليكم وراه على طول ورا الابر بارت اوف ذا لامينا والروسترم في عندنا حاجه اسمها انتيريور كوميشن حاجه اسمها انتيريور كوميشن بص لو انت عندك سيريبرال هيمسفير الناحيتين اهو رابطهم مع بعض حاجه اسمها انتيريور كوميشن لو جيت خدت ساجيتال سيكشن كده اهو فالانتيريور كوميشن يبقى شكله عامل ازاي؟ راوند او سيبلر طب بص بعد الانتيريور كوميشن تلاقي فيه ايه؟ فورنكس اهو والحته اللي قدام من الفورنكس بنسميها كولم او انتيريور كولم اوف ذا فورنكس معلش سؤال كده عابر وهرجع تاني هو الفورنكس ده ايه؟ حد يعرف؟ Is it a commissural fiber ولا projection fiber؟ ها اخر كلام بقى projection fiber it's a projection fiber ما دام projection يبقى هتربط حاجه من تحت لفوق او من فوق لتحت صح؟ ده تعريف projection معايا؟ بس خلي بالك اصل الكوميشن اللي هو الفورنكس يمين وشمال ربطناهم ببعض بحاجه اسمها معايا commissural fiber اللي احنا سميناها كوميشن اوف ذا فورنكس للتسهيل سميناها كوميشن اوف ذا فورنكس لكن نوع الفايبر اللي موجوده في الفورنكس معايا توصل معايا خلي بالك هتربط على فكره هو احنا ليه اعتبرناه بروجكشن فايبر او ليه قلت عليه بروجكشن معايا انا قصدت هتوصل قدام لحاجه اسمها ماميناري بادز ونلف بعد كده نروح فين؟ معايا في حاجه اسمها هيبو كامبس توصل لحد الهيبو كامبس معايا طب على فكره استنى افكر كده بروجكشن فايبر يربط فوق بتاعتي تحت لفوق طب انا ربطت ايه؟ ربطت الماميلاري بادز والماميلاري بادز دي شفناهم في الانتر بيدانكلر فصة حد فاكر؟ واعتبرناهم عنهم اجزاء من الهايبو ثالاماس برضه تاني اهو هايبو يعني قلت سكرتير يعني داين كيفرن صح؟ ربطت الداين كيفرن مع هيبو كامبل او الهيبو كامبس متخيل؟ يعني حته من الكورتكس بص انت عملت ايه بقى اهو؟ يعني ربطت الدايكفرون مع الكورتكس يبقى ايه بقى الفايبر دي اسميها ايه؟ اتس بروجكشن فايبر متخيل؟ عشان ما نتوهش نرجع تاني على الميديال سيرفيس ترتيبه الاستراكشر من قدام لورا روسترام ها انتيريور كوميشن او نزلت بدل لامينا ترمينالس طب ده مين ده؟ ها كولم او انتيريور كولم اوف ذا فورنكس ورا انتيريور كولم اوف ذا فورنكس خلي بالك بص اللي جاي ده ايه؟ لقينا في فتحه خرم صغير كده ايه ده؟ هو ده اللي احنا بنلف من الصبح عايزين نوصل له اسم الفورمن ده ايه؟ انتر فينتريكولر فورمن وهو ده اللي هيربط مين بمين؟ الثرد بمين؟ باللاترال فينتريكل على فكره انت لو رجعت لورا شويه كمان ورا الانتر فينتريكولر فورمن قالك المفروض بقى تلاقي هنا اهو مين ده؟ ده الثالاموس بالتحديد الحته دي ولا في انتيريور اند اوف ذا ثالاموس على فكره يا جماعه ترتيبه الاستراكشرز اللي لازم مش حافظها صممها صم ما تنقش فيها لازم تبقى عارف مين من قدام لورا روسترام ومكمل لامينا تيرمينالز ها انتيريور كوميشن انتيريور كولر عشان تبقى كلها ماشيه انتيريور بعد كده انتر فينتريجولار فورامين اوف مونرو بعد كده في مين؟ ثالاموس او الحته دي بنقول عليها انتيريور اند اوف ذا ثالاموس طب على نفس الرسمه دي فين مكان السبتم بيليوسيدان؟ مش هيبقى في الحته دي كده؟ صح؟ طيب يقول انت فوق اذا كان ده الكولن يبقى ده البادي بتاع الفورنكس اطلع فوق البادي يبقى الحته دي كلها بنسميها ايه؟ سبتم بيليوسيدان اسالكوا سؤال دخلت المشرحه مسكت برين في ايدك بصيت على الميديال سيرفيس ما عرفتش تطلع ولا حاجه من الحاجات دي كلها انت يا دوب كل اللي شفته كورباس كالوزا وده اخر حاجه طلعته بالعافيه كمان معايا؟ تا
تقدر تشاور على مكان اجزاء اللاترال فنتركل. يعني عايزني فين مكان الانتيرور هول؟ ما احنا قلنا اصل الانتيرور هول واحد يمين وواحد شمال والاثنين مفصولين من بعضيهم بسبتم بليوسيدم. يعني لو لقيت الغشاء لقيت الكوربس كالوزا اهو مثال السهل انك تطلع الجنوب الاسبرينيا بتاع الكوربس كالوزا ولا صعبان الا اذا كان جايب لك حته من بين متاكل. بس على فكره حتى لو جاب لك نص سريبرم او نص سريبرم يصير تقدر تطلع الكوربس كالوزا. اصل الجينو دي اكتر حته متنيه على نفسها، عمر الاسبرينيا ما يتنى على نفسه كده. وما دام لقيت حته من الكوربس كالوزا متنيه جامد قوي اكيد دي الجينو اكيد قدام. انت متخيل معايا؟ طب نرجع تاني، لو كان ده شفت المنظر ده ولقيت في حته سيبتم بليوسيدم، لو انا قطعت السيبتم بليوسيدم ده تحت منه مختار ايه؟ هلاقي فيه انتيريور هول اوف ذا لاترال فنتركل معايا؟ يعني لو انا طلعت الكوربس كالوزا من بره اهو كده، بص بقى كده هيبقى هنا، عايز ارسم على نفس الرسمه دي الفنتركل اهو. ايه ده؟ واقوم راجع، بس انا مطول البوستيرو هورن قوي، متخيل؟ يبقى ده الانتيريور هورن. معنى كده انك بتمسك برين بص على الميديال سيرفيس، عينه ممكن الاقي سيبتم بليوسيدم، عينه ما الاقيش سيبتم بليوسيدم بس هي تجويف. كابت ايه كابت ديت؟ انتيريور هورن او تراكل فنتركل. ارجع لورا يبقى ده مين؟ البادي او السنترال بارت. ودول اكتر جزئين بتشوفوهم، صعب انك تشوف البوستيريور هورن او الانفيريور هورن بتاع اللاترال فنتركل. انت متخيل؟ طب شفت ايه علاقه الكوربس كالوزا باللاترال فنتركل؟ مهم قوي الكلام، تمام؟ طب علشان ما انتجش انا كل ده عايزك بس تتخيل موقع اللاترال فنتركل لسه ما قلناش حاجه عليه غير انه ده الكافيتي بتاعت السيريبرم ادي واحده، اثنين شكله هورس شو شيب او سي شيب، ثلاثه قلت لنا البارتس بتاعته ليه كام جزء؟ اربعه. وبدانا نتكلم معايا ان اللاترال فنتركل كونكتد مع الثيرد فنتركل عن طريق فورامين اسمها ايه؟ انتر فنتركل فورامين اوف مونرو. طب خلي بالك خلي بالك الفتحه دي حلوه قوي لانها هتحدد لي حاجات كتيره. بص بقى كده، مش ده مكان الانتر فنتركل فورامين اوف مونرو؟ ايه رايك؟ انتر فنتركل فورامين اوف مونرو، انا همسح ده كده معلش، سيبتم بليوسيدم ده شيله. يقول لك مش ده الليفل بتاع الانتر فنتركل فورامين اوف مونرو؟ بيقول لك الليفل ده نهايه الانتيريور هورن وبدايه السنترال بارت. يعني انت قول انتيريور هورن واللاترال فنتركل خلص عند الليفل بتاع مين؟ انتر فنتركل فورامين اوف مونرو. يقول لك المستوى ده كده ده الانتيريور هورن اللي يرجع لورا يبقى مين؟ سنترال بارت. طب خلي بالك اذا كان ده الاسبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم مع نهاية الاسبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم يخلص الفادي ويبدا مين؟ بوستيريور هورن. خلي بالك من الليفلز ديت. امتى اقول يا جماعه انتيريور هورن خلص وهيبدا سنترال بارت عند ليفل بتاع مين؟ انتر فنتريكلر فورا. طب امتى اقول ان السنترال بارت او البادي خلص وهيبدا البوستيريور هورن؟ عند نهاية الاسبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم. انتوا معايا لحد دلوقتي؟ انتوا عندكم حاجه بعد كده؟ من 11 ل 12 يعني اكيد معايا. ما دام معاك لا مش فاضيين معلش. كان الاول فاضيين، عندكم ايه بعد كده؟ ولا حاجه بتهزروا. عشان نحس ان احنا خلصنا حاجه. معلش انا اسف ان انا سالت، انا اسف ان انا سالت. يبدو ان لازم الواحد يستعمل الديمقراطيه. طيب خلصنا خلاص بعد ما نطلع ان شاء الله. نرجع تاني. عملت ان احنا عندنا كام بار؟ اربعه. شفت الليفلز بتاعتنا معايا؟ انتر فنتريكلر فورامين والاسفينيوم بتاع كوربس كالوزم، وخدت ثلاث اجزاء ورا بعض، انتيريور هورن والبادي، وبعد كده مين؟ البوستيريور هورن. تمام؟ طيب خلي بالك، بص بقى كده، يمكن هنا في الصوره شايف، تعالوا نراجع مع بعض الحاجات اللي شفناها. ادي مين ده؟ اللي انا مش عارف السهم ده. سيبتم بليوسيدم. طب وادي هنا هو الكوربس كالوزم. طب ومين ده؟ الفورنكس الانتيرو كولوم، وبعد كده مين؟ البادي. وادي الحته بتاعت مين؟ انتيرو كوميشر. يمكن المفروض في المكان ده يبقى ده مين؟ انتر فنتريكلر فورامين. يمكن لو كبرناها شويه، بصوا الحته دي كده
برين ساجيتال سكشن، بنبص على الميديال سيرفيس. تمام، ادي هنا اهوت الانتيريور هورن، يبقى ده البادي او سنترال بارت، يبقى لورا بقى دي بدايه مين؟ راجع لورا بوستيريور هورن. تمام، يمكن ده شكل اللاترال فنتريكل، ودي العينه بتاعتنا اهي مقطعين، يعني باين ادي الانتيريور والبادي وادي السنترال، واخدين السكشن كمان محفرين لحد ما جايبين مين اللي ورا بوستيريور هورن، ويعني كمان مين ده؟ الفير هورن. يعني عشان نوصل للسكشن ده احنا حفرنا كتير قوي في البرين دوت، مش واخدين سكشن ساجيتال عشان يبان، لا ده بعد الساجيتال قعدنا نقطع قطعات ثانيه، متخيل؟ طيب تعالى بقى نحط عنوان اسمه ريليشنز اوف ذا لاترال فنتريكل، ودي اصعب حته في اللاترال فنتريكل، يعني اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني. هو الموضوع كله خلي بالك، لو انت متصور اصل لو طفيناها الدنيا هتبقى صعبه في حنان. مش عايز الدرجه دي؟ اصل لو طفيناها يعني ممكن نقلله شويه. طيب خلاص من المحاضره الجايه ان شاء الله مش هنشغله. طيب ما هو اصل على نادي الراجل ويجي وحد يروح ونطفي ونشغل يبقى محاضره طلعت. طيب بص بقى كده ريليشنز يا جماعه، الريليشنز خلي بالك هي سهله قوي لو انت فاهم ترتيبه الحاجات اللي موجوده عندنا على الميديال سيرفيس. طب خلي بالك بصوا كده، اذا كان ده اللاترال فنتريكل، انت فاهم علاقه الكورباس كالوزم باللاترال فنتريكل؟ طب اقول لك على معلومه كده صغيره، ركز قوي معلش هصحيكم من النوم دي على نوم تاني. بص اذا كان ده الانتيريور هورن بتاع اللاترال فنتريكل، سقف الانتيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل معمول بالانتيريور بارت اوف ذا بادي اوف ذا كوربس كالوزم. حد فاهم حاجه؟ طيب اذا كان ده الانتيريور هورن، الفلور معمول بالروسترا اوف ذا كوربس كالوزم. طب اذا كان ده الانتيريور هورن، يقول لك انتيريور هورن باوندد انتيريورلي باي ذا جينو اوف ذا كوربس كالوزم، صح؟ طب اقول لك على حاجه كمان، انتيريور هورن ميديالي ريليتد للسيبتم باليوسيدم. ايوه فاكر لو عملنا كده اهو، مش ده اللاترال فنتركل؟ ده الانتيريور هورن يمين وشمال، اذا كان هنا سيبتم باليوسيدم، فبقول لك ان الانتيريور هورن ده ميديالي ريليتد للسيبتم باليوسيدم، وده اللي فاصله من اخونا الثانيه. طب يا جماعه خلي بالك بقى، عشان نقدر نشوف الريليشنز دي كان لازم نعمل ايه؟ ناخد سكاشن نقطع في اللاترال فنتركل. طب انا عاوز اعرف ريليشنز للاربع اجزاء، مش انت عندك انتيريور هورن وبوستيريور هورن وانفيريور هورن وبادي، عايز ريليشنز لكل بارت من دول. قال لك خلاص انا هاخد كورونال سكشن مره في الانتيريور هورن ومره في البادي ومره في البوستيريور هورن ومره فين؟ في الانفيريور هورن، واشوف ايه الحاجات اللي هتظهر عندي وابدا اتكلم عليها. طيب خلي بالك قبل ما اخش في تفاصيل الريليشنز، انت عرفت علاقه الكوربس كالوزم باللاترال فنتريكل. ايه رايك ان عند البيز اوف ذا برين مش في عندنا حاجه اسمها بيز النيوكلاي او بيز الجانجليا؟ زي مين؟ خدتوها في السولجي ولا لسه؟ تسمعوا حاجه اسمها كوديت نيوكليس؟ ولا لسه هتاخدوها ولا خدتها نسيناها يعني؟ لا مش ما سمعتهاش في اي حته تاني غير انا. طيب تعالوا نتفق مع بعض. بصوا كده الجراي ماتر اللي متجمع عند البيز اوف ذا برين بنسميه بيز النيوكلاي او بيز الجانجليا، معايا؟ من ضمن البيز النيوكلاي او البيز الجانجليا لقينا فيه جراي ماتر متجمع، شكله عامل زي القامة شيء، عارف ما ترسم قامة وتيجي تعمل قامة كده اهو، معايا؟ قال لك المنظر ده الجري ماتر ده، دي واحدة من البيزا الجانجليا هسميها كوديت نيوكليس، أصل ليها حتة عاملة زي الدين تيل، معايا؟ وقال لك إن الكوديت نيوكليس ليها هيد وليها بادي وليها تيل. تاني كوديت نيوكليس دي إيه؟ دي بيزا النيوكليس أو بيزا الجانجليا، واحدة من البيزا الجانجليا. شكلها عامل إزاي؟ كوماشين أجزاءها هيد وبادي و تيل. طب كان السؤال، طب ايه علاقه الكودينت باللاترال فنتركل؟ بص على الصوره دي،
بتكودات باللاترال فنتركل. على فكره بصوا كده، انتوا وانتوا قاعدين كل واحد طلع في الشمال كده، ده مين ده؟ كله طالع في الشمال مش يمين. ايه اللي انا عامله ده؟ ده اللاترال فنتركل صح؟ ايديك اليمين ده الكودات. ايه ده؟ ده زي ده؟ ماشي. ايوه ما هو لافف اهو. صح ولا لا؟ تيجي نركب ده على ده، الشمال هي اللاترال فنتركل واليمين دي الكودات نيوكليس. بص هحاول ادخل ايديا اليمين جوه الشمال بس مش قوي اهو كده، ودي تقف على جنبها كده. حد عارف انا عملت ايه؟ بص من الجنب كده. طب نشوف الناحيه الثانيه. حد فاهم احنا عملنا ايه؟ طب بص هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه حلوه. استنى استنى. معرفش هتشوفوها برضه ولا لا. شايفين الخط الاسود اللي ظهر ده؟ اه ادي اول هاخد كورونال سيكشن اهو. بص بص
coronal section يعدي through anterior hole. هيعدي في anterior hole. يلا تعالوا نشوف لما نقطع كده السكشن يبان شكله عامل ازاي. هناخد سكشن تاني في البادي او السنترال بارت بتاع اللاترال فنتركل. هناخد سكشن ها فين؟ posterior hole. وسكشن رابع يبان الانفيرور هول. anterior hole ادي السكشن بتاعنا. يلا نشوف ايه اللي هيبان اهو. ايه اللي باين عندك انت؟ بالترتيب. مش ده الكافيتي بتاع الانتيرور هول؟ اللي كان الروف بتاعه anterior part of the body of the corpus callosum. وكان ارضيتك مين؟ الروسترم. والميديال في عندك حاجه اسمها سبتم باليوسيدم. طب لو جيت انفيرو لاترال تلاقي في ايه؟ هيد اوف ذا كوديت. صح ولا لا؟ انا خلصت. ادي الريليشن بتاعت الانتيرور هول. انتيرور هول روف فلور او انفيرو لاترال هول معايا؟ روف فلور انفيرو لاترال هول او لاترال وميديال. الروف معمول بمين؟ انتيرو بارت بادي اوف ذا كوربس كالوزم. طب وده؟ الروسترا ميديالي. طب الانفيرو لاترال او لاترال؟ الهيد اوف ذا كوديت. وكمان افتكر الهيد لان انت قدام انتيرو هول. دي الريليشنز بتاعت مين؟ انتيرو هول. تمام؟ طب يلا نكمل. هناخد سكشن او كورونا. انتوا عارفين كورونا احنا قاطعين ازاي؟ كورونا قطع كده تمام؟ قطع كده وشلت نص درجته وبتفرج. طيب بص على السنترال بارت او البادي اهو. ايه ده؟ ايه الحاجات اللي بتبان دي؟ ها مفيش اهو. سيبك من ده كده. انا هقطع هنا. مش ده السكشن بتاعك؟ صح ولا لا؟ الروف متوقع لو كان ده السنترال بارت سقفك يبقى مين؟ البادي اوف ذا كوربس كالوزا. صح؟ طب ميديالي والله لسه في عندنا حته من السبتم باليوسيدم يتبقى لك انفيريور ولاترال. والله لو نزلنا تحت مش ده البادي اوف ذا فورنكس؟ صح ولا لا؟ معايا؟ طب لاترال على الرسمه دي يبقى فين موقعه؟ لما اقول لك lateral relations للبادي اوف ذا lateral ventricle اكيد يبقى lateral يبقى توصل جوه في الرسم. صح ولا لا؟ يبقى ناحيه جوه. تعال بص على الصوره عندنا بقى. كورونا تبين لك الحاجات دي اهو. ادي الروف ده البادي بتاع lateral ventricle التجويف اهو. فوق منك ها بادي بتاع كورباس كالوزا. تمام؟ ميديالي ادي سبتم. والسكشن وانت قاطع تحت عديت في البادي اوف ايه؟ فورنكس. طب ايه رايك؟ تعرف تقول لي بص بص بادي اوف ذا فورنكس ايه رايك؟ امشي انفيريور اهو كده. ده انفيريور احنا تحت. قال لك استنى مش ده الثلمس؟ ده الثلمس اهو. يقول لك السوبيريور سيرفيس بتاع الثلمس. او نقول lateral بارت اوف ذا upper او سوبيريور سيرفيس اوف ذا ثلمس. حد معترض؟ طب حد فاهم حاجه؟ لا الحمد لله. بص انت قطعت يا جماعه. بصوا معايا ده البادي في النص سيبتم باليوسيدم. انزل تحت ادي البادي بتاع الفورنكس. طب ده مين ده؟ ثالمس. على نفس الرسمه دي فين الابر من اللور سيرفيس بتاع الثالمس؟ ما خلاص بقى انا اهو ده كده الاعبار. يبقى ده كده مين؟ لور سيرفيس. طب اقول لك ايه تاني على الرسمه؟ الروف ما حدش مختلف عليه. تمام؟ ميديالي في سيبتم باليوسيدم. تمام؟ الفلور او الارضيه في عندنا ادي البادي اوف ذا فورنكس وال lateral part. اصل الحته دي medial part صح؟ lateral part of the upper surface of the thalamus. طب inferior lateral يبقى ده مين ده؟ body of مين؟ على فكره البادي بتاع اللاترال فنتركل كل اللي حواليه bodies. كل اللي حواليه bodies. يعني فوق منك البادي اوف ذا كوربس كالوزا وتحت منك البادي اوف ذا فورنكس وانفيرو لاترال البادي. وايه الراي كلام في اي كلام؟ معايا؟ فعشان كده اللي بينسى في الامتحان بيكتب بادي بس هو كلام بيخش في بعضه. البادي بتاع مين؟ معايا؟ بس فوق كوربس كالوزم ده ما حدش بيغلط فيه. سبتم باليوسكم. معايا؟ ادي هنا هو معايا بادي اوف ذا فورنكس. يمكن عندكم عايزين تقولوا حاجه. احنا شايفين في حاجه طالعه كده في ال معايا؟ انا لو خدنا بص بص بلاد فيسل. بلاد فيسل يا جماعه خدت بلاد فيسل ورحت زائق طبقه البايا وداخل في قلب التجويف جوه. المنظر ده بتسموه ايه؟ تيره.
تيلا يعني ايه؟ فولد من الباير، فولد من الباير بنسميه تيلا. كورويدا اصل جواك شبكه مش بلاد فيسل بس بنسميها كورويد بلكسس. فاللي باين عندك هنا ده تيلا كورويدا بتاع اللاترال فنتركل. طب دي الريليشنز بتاعت مين يا جماعه؟ البادي، معلش انا عايز ارجع تاني. فجيب السنترال بارت، سوري الانتيرو بارت، ده اسهل جزء. كوربس كالوزا فوق وكوربس كالوزا تحت وسبتم بريوسيدم والهيد اوف ذا كولين. اثنين سنترال بارت، مش ده اللي حواليه كله باديز؟ تقريبا بادي مش عارف كوربس كالوزا سبتم بريوسيدم، انزل تحت بادي اوف ذا فورنكس تلاقي فيه تيلا كورويدا، وبعد كده لاترال بارت اوف ذا ابر سيرفيس اوف ذا ثالامس انفيرو لاترال بادي اوف ذا فورنكس. تمام؟ طب بص كده يمكن دي نفس السكشن تقريبا معايا، بس يعني عينه دايجرام مرسوم، ادي البادي اهو وادي. طب علشان ما تلخبطوش اهي، يمكن دي باينه اكتر. ده كورونال سكشن متاخد في برين حقيقي، ادي السنترال بارت بتاع لاترال فنتركل. حد يقول لي ايه اللي انا بشاور عليه ده؟ وادي اوف مين؟ طب وده ايه ده؟ ده ايه ده كله؟ ثالامس. في حاجه جميله قوي في الصوره دي، إذا كان ده ثالامس يمين وده ثالامس شمال اللي معمول في الريكتانجل ده، الكافي اسمها إيه؟ ثيرد. خلي بالك أنا هخرج بره الموضوع تاني؟ الثيرد فنتركل اللاترال وول بتاعه معمول معمول بالميديان وول بتاع الثالامس. أو تاني ثيرد فنتركل. الدكتور هيتكلم في اللاترال بس معلش عشان خاطري. الثيرد فنتركل لاترالي معمول بمين؟ ميديال وول اوف ثالامس. ينفع نقول ان الثيرد فنتركل ليه ميديال وول؟ ليه؟ ده هو في الميدل لاين، ده هو في الميدل لاين. ساعات في الاورال يقول لك طب قول يا ابني الباوندز بتاعت الثيرد فنتركل، فانت تقعد تجاوب زي ما مكتوب في الكتاب، يقول لك طب والميديال وول معمول بمين؟ تفضل ساكت كده شويه وانت هتقول انك نسيها، لا هو ملوش ميديال وول لانه اكزاكتلي ان ذا ميدل لاين. دي اللي كنت عايز الفت نظرك ايه. طب ارجع تاني، ارجع تاني يا جماعه، ده اللاترال فنتركل بتاعنا. تعالوا ناخد سكشن عشان نشوف البوستيريور هورن. ايوه هنبدا العك لحد كده، الكلام كان الى حد ما مفهوم، الى حد ما مش قوي بس يعني. تعالى على ها نكمل بقيه الهورنز بتاعتنا. في عندنا البوستيريور هورن اهو، بص السكشن قطعنا الكورونال سكشن عند الليفل بتاع البوستيريور هور. ايه بقى الحاجات اللي ظهرت عندنا؟ والله ما هو احنا اخر حدودك كان السبلينيوم، فانت لما بتقطع السكشن بتقوم واخد معاك، بص يعني البوستيريور هور اذا كان راجع لورا كده اهو كده، فانت بتاخد السكشن هنا. يعني ينفع نقول سقف الروف اوف ذا بوستيريور هور في عندنا مين؟ السبلينيوم صح؟ اهو اهو ده السبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم، وهننزل داونورد. خلي بالك اهو داونورد ولاترالي، مش عارف هتفتكره ولا لا. الفايبر ايوه بتاعت الكوربس كالوزم اللي معديه في السبلينيوم ترجع باكور وتعمل حاجه اسمها فورسبس ميجور. تعمل حاجه اسمها فورسبس ميجور، يقول لك ده كده انت رايح ميديالي. الفايبر نفسها بتطلع جزء منها لاترالي ويغطي على الانفيريور هورن، وكنا بنقول ان الفايبر اللي بتطلع لاترالي عامله زي الملايه بتاعت السرير لو حد فاكر، او زي السجاده وكنا بنسميها التابيكا. معايا؟ ايه رايك؟ الفايبر اللي معديه في قلب السبلينيوم عملت لك الروف وبتكستند لاترالي. ايوه الاكستنشن ده هنسميه تابيتم. تابيتم يعني سجاده او ملايه. لكن بقول لك هو ايه نوع الفايبر اللي معديه هنا؟ اتس كوميشنال فايبر. هي اللي معديه في السبلينيوم او الكوربس كالوزم. يعني عايز اقول لك ان الروف، تعالوا نجمعها مع بعض، الروف واللاترال وول معمول بمين؟ بتابيتم. وانت فاهم ان التابيتم ده ايه؟ فايبر معديه فين؟ في السبلينيوم، ودي عباره عن ايه؟ كوميشنال فايبر. طب بص معايا كده، يتبقى لك انفيروميديال. ما دام احنا ورا، يعني انت راجع في البوستيريور هور اهو، ده البوستيريور هور. فاكر يقول لك في الاوكسيبيتال يا جماعه، في الاوكسيبيتال بول، اوكسيبيتال بول كان بيبقى في عندك فيشر اخر هنا كده، كان اسمه ايه؟ كالكراين. كان اسمه كالكراين سالكس او كالكراين فيشر، لانه ديب شويه.
الكالكراين لما بيقطع جوه الكلى يخش كمان يقطع في قلب الكافيتي بتاعت مين؟ البوستيرور وول اوف ذا لاترال فنتريكل، لدرجه عشان ما يفتحش السالكس على البوستيرور وول راح عامل الفيجر، انا هكبرها بره كده اهو كده اهو، وادي الفيجر بتاعي، متخيل المنظر؟ الكالكراين سالكس عمل اليفيشن في قلب الكافيتي، يعني لو دخلنا لو تصورنا كلنا كده دخلنا جوه البوستيرور وول، دخلنا جوه البوستيرور وول، احنا كده قاعدين جوه البوستيرور وول اهو. ايه اللي فوق ده؟ التابيتال بتاع الكوربس كالوزم اهو. صح؟ ايه ده؟ وايه اللي نازل؟ ده الفايبر بص نازل ازاي؟ على ده بيت التابيتال اهو. صح؟ طب ايه؟